بسم الله الرحمن الرحيم. اعتصامنا هذا يأتي من ضمن سلسلة برنامج الاحتجاج التي تقيمه المعارضة هنا في لندن. صباح هذا اليوم كان عندنا اعتصام آخر أمام مبنى راعي سباق الفورمولا والذي امتد لأكثر من 10 أيام، وفي ظهر هذا اليوم أيضا هذا اعتصامنا الذي نقيمه أمام شركة الريد بول، أحد الرعاة للمتسابقين في سباق الفورمولا. سباق الفورمولا سوف يقام في البحرين يوم غد الجمعة، وبعده سوف تقوم جولاته الأخيرة يوم الأحد القادم. هذا الاعتصام هو يأتي من ضمن سلسلة اعتصامات نقوم بها ضد راعي السباق وضد الراعين المتسابقين، وايضا نامل ان نتكلل هذه الحمله مع والتي تتضامن معها العديد من نواب البرلمان هنا في بريطانيا وفي الصحافه والمنظمات الحقوقيه والاتحادات العماليه. زخم مصدى هذه الحمله قد اخذ مداه، وعرضت قضيه الانتهاكات ضد ابناء الشعب البحريني في مقابل ما يعرضه الصحافه العالميه بان هناك سباق الفورمولا سوف يقام في البحرين. ما نطالب به بان يوقف هذا السباق وان لا يقام في البحرين، لانه يستخدم النظام الخليفي كذريعه لكي يضلل بها العالم بان الاوضاع في البحرين عادت الى امورها الطبيعيه، الا ان ما يحدث ان هناك انتهاكات شنيعه يقوم بها النظام ومرتزقته وما جلبه من جيش احتلال سعودي واماراتي ضد ابناء الشعب البحريني، ويريد بهذا السباق في الحمله العالميه ان يغطي على هذا الامر. حملتنا الحمد لله موفقه، وقد اوصلت صوت ابناء الشعب البحريني في الخارج وفي المحافل الدوليه. ما نامله ايضا ان تتكلل الحمله الداخليه التي يقوم بها ابناء الشعب البحريني والتي عليها الثقل الاكبر، والتي بدأتها القوى الثورية لأكثر من 10 أيام في كل مناطق وكل ربوع البحرين. وهذه الحملة وجدنا أيضا لها صدى في الإعلام الخارجي. الآن هناك أمر النظام يريد أن يقيم هذا السباق، وفي الجهة الأخرى حملة المعارضة البحرينية في الداخل وفي الخارج من أجل إجهاضه. نأمل التوفيق لنا في هذه الحملة وكل الحملات التي تبرز وتعرض مظلومية شعب البحرين.